اولا شكرا على الاستضافه مره اخرى على موقع لسات تي في. بالنسبه للسؤال ديالكم حول الحاصله ديال فريق الدفاع الحسني الجديد في هذا الموسم الرياضي الاخير، كنظن بان جوج الناس ما غاديش يختلفوا بان الحصيله كانت مخيبه للامال، مخيبه للامال ديال جماهير نادي الدفاع الحسني الجديد ومكونات مدينه الجديده. بالنسبه لي شخصيا فانا غادي نوصفها بالكارثيه. علاش نوصف لك الحصيله بالكارثيه؟ لان الفريق كان قاب قوسين او ادنى من النزول الى القسم الثاني. كارثيه بارابور الامكانيات اللي عند جديده وتلعب على النزول، هذه كتسمى كارثه وصبه في حق التاريخ ديال نادي الدفاع الحسني الجديدي. جديده ما كانوش كيلعبوا على ليستر، سي فغي، هذه هضره كيقولوها الناس يعني عندهم لقب واحد اكسيتيرا، مي جديده كانت عندها واحد الهويه ديالها في الكره وداك الشيء معروفه، هذه من زمان جديده عندهم هويه ديالهم، هذيك الهويه ما شفناهاش هذا الموسم الاخير. هذا راجع لبزاف الحوايج، يعني التسيير العشوائي الى كما قلت لك ونعاود نقول لك الامكانيات بارابور الامكانيات الماديه فالحصيله كارثيه. يعني كتشوف هاد السنوات الاخيره 5 سنين ولا 4 سنين هذه صرفات واحد 30 مليار ولا بحال هكا، وكتشوف الفريق كيلعب على الطيوح. ما يعني ما يمكننا الا نوصفوا الحصيله كما قلت لك بالكارثيه. كنظن اللي كيتحمل المسؤوليه في هاد الشيء اللي وقع هاد العام هو الرئيس بدرجه اولى والحاشيه ديالو. يعني الهويه ديال الفريق طمسات، ما بقاش داك، ما بقيناش كنشوفوا ديك جديده كتلعب ديك الكره اللي معروفه عليها، ما بقيناش كنشوفوا داك يعني داك الحماس عند الناس الجديده ملي يشوفوا فرقتهم. هاد الشيء راجع علاش؟ لان الرئيس عبد الطيف المقترض ولا الاخ ديالو ولا الاخ يعني العائله المقترض داروا واحد سدوا على راسهم وحولوا الفرقه بحال ولاش بحال الفيرما ديالهم، بحال الضيعه، فيرما ديال المقترض وصحابه وعائلته. دونك هنا ما بقاش داك يعني داك التعاون كما كان قبل، كنشوفوا المكاتب المسيره كانوا الناس كيتعاونوا، المدينه كيتعاونوا معاهم، الجمهور، ولات بالعكس ولات حرب في الخفاء بين الجماهير وبين المكتب المسير. هادشي كما قلت لك راجع لان القرارات الانفراديه، الناس سادين على روسهم، هذه هي العوامل اللي خلات الدفاع يعيش هاد الازمه. تنتمنى من الناس الجديده والمكونات ديال نادي الدفاع الحسني الجديدي يلتفوا ويلقاو حل. يعني رغم شي مقترض راه بغينا ولا كرهنا راه ما غاديش يبقى فيها خالدين. اذا كانت الرغبه والاصرار ديال الناس الجديده اللي كيغيروا على الفرقه فكاين حلول اللي تقدر تبعد المقترض عن رئاسه الدفاع. بالنسبه للغضب ديال الجماهير او حاله الاحتقاق فهو غضب مشروع لعده اسباب، ان الناس تبغي فرقتها. كاين واحد المعطى اخر اللي تيضر في القلب، انه ملي كتشوف رئيس او مكتب مسير ديال النادي كيجر الجماهير للقضاء، هنا كتولي يعني شنو الذنب ديال هذاك الناس الا جا غوت عليك ولا سبك في التيران ولا انتقدك ولا هادي، علاش غدير القضاء؟ شنو الذنب ديالو؟ الذنب ديالو انه كيبغي ديك الفرقه. يعني هنا تكون كما قلت لك تكون واحد الحقد بين الجماهير وبين المكتب المسير، باش دير الاول دير به شكايه والثاني شكايه واللي دوي عليك دير به شكايه. الفرقه راه ماشي ديال المقترض، جديده راه تاريخ. الا كنتي حتى اليوم جيتي 2015 ولا 2016 مشيتي درتي الشركه ودرتي احادي النشاط وبغيتي تحيد داك الماضي الجديده، ما يمكنش، التاريخ ما كيتسمحاش. دونك كما قلت لك هاد القضيه ديال حاله الاحتقان فهي مشروعه. المطالب ديال الجمهور انا شخصيا تتبان لي مطالب يعني معقوله. الناس بغاو التغيير، بغاو المحاسبه، يعني المحاسبه هذيك اللي خصنا نسطروا عليها، يعني المحاسبه قبل الرحيل، يعني حيت الرحيل ولا امر حتمي عند البريزيدون، لانك فشلتي جيتي بمشروع 5 سنين هذه اكسيتيرا ولات الفرقه بهذه الامكانيات الماديه الكبيره تتلعب على الطيوح، يعني انت فاشل خصك تمشي في حالك. ولكن قبل ما تمشي في حالك، يعني انا شفت بزاف في لي ريزو سوسيو بزاف الناس كيقول المحاسبه قبل الرحيل، يعني الناس الجديده من حقهم يتحاسبوا على اي درهم تصرف، على اي راه في العهد ديال المقترض راه تباع ازارو، تباع احداد، تباع
تباع مصوفه للوداد، يعني راه مبالغ ماليه كبيره كانت، شكون اللي تصرف فيها وكيفاش وعلاش الفرقه وصلت لهذا الشيء رغم الامكانيات اللي كاينه؟ هنا كاينه علامه استفهام كبيره. كنظن حتى واحد انا تسنت صيفطوا لي شي ناس واحد الاوديو مسرب ديال احد اعضاء المكتب الموسيقي ديال منسوب لاحد اعضاء المكتب الموسيقي ديال الدفاع الجديد كيهدد فيه الناس اصاحبي، كيقول لك بانه اللي دوا غنديروا ليه غندبح مو غندير لمو، وهذا الشيء راه القايد القلاوي ما كانش كيديروا، قايد القلاوي ما كانش كيدير هذا الشيء اللي كيدير فيه هذا العضو ولا هذا. يعني كما قلت لك الا بغيتي دير هذيك الفرقه بحال الفيرما ديالكم قولوها، خرجوا للعلن وقولوها وقولوا صافي جديده ديالنا وداك الجمهور ما يبقاش كاع ديال الجديده. اولا فالاستقاله ديال الاعضاء ديال اربعه اعضاء من المكتب المسير كانت بعد المباراه الشهيره ولا المسرحيه الشهيره ديال مباراه برشيد، لانه كان موسم كارثي كما قلنا، ختمته بهذيك المسرحيه ديال مباراه برشيد اللي دار بوليميك كبير في المغرب عليها، ما فهمناش كيفاش داز داك الشيء وكيفاش، واش هاد الناس عندهم شي وجه ولا ما عندهمش. كانت الاستقاله ديال اربعه اعضاء، كان تدخل ديال عامل المدينه هو المسؤول الاول على الاقليم، كان تدخل ديالو عدلوا على الاستقاله. انا اللي صارني في هذه القضيه ديال الاستقاله هو تدخل ديال المسؤول الاول على الاقليم. المسؤول الاول على الاقليم خصو يبقى محايد على المشاكل اللي كاينه، لانك انت وليتي، لانه ولينا كنسمعوا دابا ملي كيخرج رئيس ديال الدفاع كيقول حنا العامل معنا، العامل مساندنا، واش دابا هذا العامل غيساند الفشل؟ واش دابا هذا العامل غيساند الناس اللي صيفطات ابناء الاقليم للقضاء باغا تصيفطهم للحبس؟ يعني تدخل العامل غير مفهوم بصراحه، ما عنده حتى شي معنى. عامل الاقليم خصو يبقى ياخذ مسافه بينه وبين بين 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 المسؤولين عن نادي الدفاع الحسين الجديدي وبين المشاكل ديال الدفاع الحسين الجديدي. الا كان تدخل من اجل المسانده والدعم خصو يكون في المحل ديالو، ماشي انا الناس مدينه كلها ضدهم وغنجي وغادي نمشي نساند اعضاء المكتب ضد الناس ديال المدينه، راه ما يمكنش. راه صاحب الجلاله الله ينصرو راه دارك تما باش تحل المشاكل ديال ابناء المدينه، باش تزيد بالقاطره ديال التنميه ديال المدينه، ماشي باش تدخل في الدفاع وتساند هذا ضد هذا. هذا الشيء ماشي معقول، كاينه مشاكل كبيره في اقليم الجديده اللي خصك تمشي تنكب عليها وداك الشيء. والامور ديال الدفاع الحسني الجديدي نهار غادي تكون الامور مزيانه وتكون يعني تكون داك يعني جديدة، كتحتاج انت كعامل بعدا خصك تقلب بان تشوف فريق كبير في المدينه باش يفرحوا الناس، باش لان الساكنه هي الاهم عندك. انا ماشي غنناصر مسؤول ضد 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 الساكنه، هذا المسؤول اللي كيمشي كيدير الدعاوي القضائيه والشكايات عند البوليس بالجماهير الدفاع وتجي غدا وكيقول لك وانا العامل معايا، راه هنا كاين علامات استفهام وتعجب وبزاف د الحوايج. ودوك التليفونات ديال داك اللي في وجده واللي مساند هاد الناس من النهار جاو، راه هادوك راه هادشي راه ما غاديش يعني العامل. انا رسالتي للعامل صاحب جلالة العملات الجديده، الرساله ديالي انه ياخذ مسافه بينه وبين هاد المشاكل اللي كتوقع، لانه ما يكونش طرف. العامل فعنده واحد الهيبه وعنده واحد الوقار خصو يبقى فيه، ويخلي الناس ديال الجديده المطالب ديالهم راه واضحه، راه ماشي جاو هزوا السيوف وقالوا هذاك سير في حالك ولا قتلوه. الناس بغات التغيير، بغات المحاسبه، وهذا حقهم. تنتمنى من الغيورين كلهم ديال نادي الدفاع الحسني الجديدي باش يلتفوا حول الفريق، باش يقلبوا على حلول، باش يعني ديك الهويه ديال نادي الدفاع الحسني الجديدي ترجع. كنشكركم على الاستضافه وشكرا لكم بزاف.